الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار ثم أن لهم عظمة ولهم احترام فتمثيلهم يقلل من قدرهم وقيمتهم أمام الناس وهذا أمر واقع حتى من الناحية الفنية فضلا عن الناحية الشرعية ويكفينا أن الممثلين في الأصل الإنسان لا يكون ممثلا وهو رجل صالح في الجملة لأن غالبا هؤلاء الممثلين يعني لا يصلون لدرجة يعني درجة إجادة التمثيل حتى يمثل أفلاما ومسلسلات وغالب هذه الأفلام والمسلسلات يعني فيها من الفجور ما الله به عليم يأتي ممثل ماجن فيمثل عمر بن الخطاب ثم بعد أيام يكون على شط البحر لابس المايو مستحيل أن يكون يعني هو رجل صالح 24 ساعة في المسجد وكذا يجيبونه بس على مثل دور ما يجيد أصلا التمثيل إذا أي خلل من الممثل سيصور صورة مغايرة للواقع فيؤدي بالناس إلى شيء من التضليل غدا يمثل دور سكران بعد يوم يمثل دور زير نساء رابع يوم يمثل دور زنديق خامس يوم يمثل دور أبو جهل وهكذا يعني يدور على هذه الأدوار فبعض الناس خاصة الأطفال وغيرهم صورة ذهنية عندما يرون شوي ولا شايفة سكران أو يضاجع امرأة أو يكذب أو زبال أو ما شابه ذلك من الأمور طيب فيصير عند اضطراب في الشخصية الخليفة قال أريد خالد في الحال إذا أذهب إليه في الحال لفي نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلم فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة قد تبقى عنده في الذهن يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا والعياذ بالله هذا لا شك أنه لا يجوز الصحابة رضوان الله عليهم مصدر أسوة وتزكيتهم في كتاب الله معلومة فلا يجوز الإنسان أبدا أن يمثل شخصيات الصحابة الصحيح أنه لا يجوز تمثيلهم قرار مجلس الأسواق الإسلامي الثابت للإرهاب في عام الإسلام مكة المكرمة أن هناك اتفاق كامل على منع تجسيد وتمثيل الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكذلك على منع تمثيل وتجسيد الصحابة رضي الله عنهم هناك تشويه كبير لصور بعض الصحابة الكرام إنه من يمول بشكل عام ربما يعني يقود العمل باتجاه بآخر حتى لو لم يكن يعني هو يريد هذا الاتجاه ويلعب بعض الممثلين أو بعض المخرجين دورا خاصا في ذلك قد رأيت بعض التمثيليات قدرا ورأيت فيها من التشويه ما رأيت هذه قضية خطيرة جدا الواقع الموجود في ظني ليس تمثيلا للصحابة إنما هو تشويه لصور الصحابة في أجيال أمام هذه الأجيال الصحابة الآن في خلال هذه الأفلام التي تعرض حتى في هذا الفيلم الذي عرض في رمضان وبذلت من أجله أموال طائلة جدا عن القعقاع رضي الله عنه كان هناك تشويه لعدد كبير من الصحابة صحيح. من ناحية فنية تكلم يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه يصور في هذا الفيلم أو بغيره وهو لا يعرف حتى كيف يلبس الإحرام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يصور في هذا المسلسل وفي غيره بصورة يعني رضي الله عنه بصورة المحتال المتكالب على الدنيا المتكالب على الشهوات هذا الانطباع هو الذي ينطبع في أذهان أبناء هذا الجيل الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يعرفون يعني سير الصحابة بشكل دقيق وجعلت له بالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا لكنه لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا
إنه كان لآياتنا عنيدا. واسمع إلى سورة الأعلى، سبح باسم ربك الأعلى، سبح باسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. كيف ينسب ولد صديقه لنفسه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعوج عن حقده في سب شيخ متق الأواب. يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتابي. وشجاعة وبطولة كما قلت، ولكنه يرفض. أية شجاعة وبطولة في أن تلاحق قبيلة بكاملها رجلا بمفرده، في أن تلاحق قبيلة بكاملها رجلا بمفرده. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كذلك كنت حين كسرت ساق عمر. بالتأكيد. سم الله ليبارك طعامنا. بسم الله. أخبرنا عن صحبة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطل القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. سار في تبلغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. آذى النبي محمدا في عرضه.